علي زينو الشريك الخفي والإخوانجي في عمليات النهب والإجرام لزعيم العمشات أبو عمشاء. بعد المواجهات والخلاف بين ميليشيا العمشات وميليشيات ما تسمى عمليات غرفة عزم ومطالبة الأخيرة محاسبة أبو عمشاء وأعوانه على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق أهالي ناحية شية، أصدر أبو عمشاء تعميماً يبدي فيه الاستعداد لقبول الشكاوي بهدف معالجتها ورد المظالم، وكلف شريكه السري المدعو علي زينو بالمهمة كونه يحظى بثقة الأهالي. فمن هو هذا الشريك؟ أنا علي زينو من أهالي منطقة عفرين. علي زينو من أبناء قرية موساكا بناحية راجو، تطوع في الجيش السوري ليترفع إلى رتبة رقيب وبعدها رقيب أول إلى أن تسرح صحياً من الجيش. تزوج 3 مرات، الأخيرة منهن امرأة تركية. سجن لمدة 3 سنوات على إثر جريمة قتل بحق إحدى شقيقاته طعناً بالسكاكين ومساعدة شقيقين في مدينة حلب بسبب قضية شرف. لكن لما يحظى هذا الشريك في تجميل جرائم أبو عمشاء بثقة الأهالي؟ شكل علي زينو في ألمانيا وبإعاز تركي ما يسمى بالتجمع الوطني لأحرار عفرين لإيجاد واجهات بأسماء وشخوص محلية تبرر خطوات تركيا الاحتلالية داخل الأراضي السورية. يضم التجمع عدداً من مخاتير القرى والوجهاء في إقليم عفرين ويتعاون معه أخوته في ذلك، وعن طريق هذا التجمع أثار ضجة في سياق ما يسمى بانتفاضة العودة لتفكيك مخيمات الشباب والشراوة عبر وسمها بمخيمات الذل والعار وتشجيع المهجرين على العودة دون تقديم أي ضمانات لهم، مسبباً بذلك في اعتقال العشرات من المهجرين وابتزازهم مالياً عبر طرق التهريب والعناصر المسلحة. فماذا فعل زينو بعد قرار التكليف من ميليشيا العمشات؟ بدأ زينو بشن حملة شعواء ضد ميليشيات الجبهة الشامية جاهداً في فتح سجل الانتهاكات التي ترتكبها بحق أهالي عفرين، ليس حباً في نصرة المظلومين من أهل عفرين وإنما كرماً لعيون أبو عمشاء ودفاعاً عنه. بذل جهوداً حثيثة لتبرئة أبو عمشاء من الجرائم المرتكبة من قبل ميليشياته في ناحية شية. فقد حصلت عفرين بوست على مقاطع صوتية سرية ينبري فيها مدافعاً عن شريكه أبو عمشاء ساعياً لتجميل صورته ويتحجج بعدم توفر الأدلة على انتهاكات أبو عمشاء ولا توجد شكاوى ضده، في وقت يدرك فيها جيداً أن الأهالي لا يجرؤون بتاتاً على الحديث عن أبو عمشاء وجرائمه ولا الشكوى ضده خوفاً من عقاب أشد. القصة أكبر من هيك بكتير، لكن أنا ردت أشرح لكم باختصار لحتى تكونوا في الصورة. الموضوع ما هو موضوع تنكد زيت، ولا هو موضوع مظالم، ولا هو موضوع أن يأكلين هم الناس. الجبهة الشامية عند الظلم على الشعب الكردي أكتر من بكتير مما عند أبو عمشاء وحتى عند الحمزات وحتى عند أحرار الشرقية، وأنا على تواصل معهم دائم، إلى الآن ما ردوا لي مظلمة واحدة. على الأقل في شيخ الحديد وفي القرى الثانية عند كل الفصائل استطعنا أن نرجع بيوت للناس، استطعنا نرجع زيتون الناس، استطعنا نرجع كثير شغلات. أما الجبهة الشامية أبدا لا يمكن، ولا يمكن حدا يسمع لمشتكي، تماما كما جبهة النصرة في إدلب. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها عفرين بوست، هناك اتصالات ساخنة ويومية بين علي زينو وشريكه أبو عمشاء، يتشاركان في مركز تجاري في مركز ناحية شيخ الحديد مول شيخ الحديد. كما لزينو شريكا آخر في مجال شحن زيت الزيتون من عفرين إلى ألمانيا ويدعى أستاذ. فماذا تقول عن هذا الشريك الإخوانجي الذي يضع صورة للرئيس التركي على حسابه الشخصي على الفيسبوك ويتغنى بطائرات البرقدار التي قتلت من أبناء عفرين ما ينوف على 2000 شهيد وشهيدة من مدنيين ومقاتلين خلال دفاعهم عن أرض آبائهم وأجدادهم في وجه جحافل الفاشية الطورانية والإسلاميين؟